السلام عليكم. بايدن حصلت على ما يكفي للفوز وترامب يشتكي التزوير. لم تكن مشتركا في القناة في الشرق، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون بايدن إنه حصل على أصوات تكفي للفوز بالانتخابات الرئاسية بعد وصول عدد أصواته بالمجموع الانتخابي إلى 264 مقابل 214 للرئيس دونالد ترامب. ويحتاج الفائز بالانتخابات إلى ضمان 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وهو ما اقترب منه بايدن بعد حسمه قبيل ساعات ولاية ميشيغان التي تمنحه 16 صوتا. وأوضح بايدن في خطاب أنه لن يهدأ لنا بال حتى يجري احتساب كل صوت، مضيفا مستعدون لمواجهة أي نزاع قانوني بالنسبة للانتخابات في أي محكمة أمريكية. ترامب بدوره لم يعترف بحسم بايدن لميشيغان، بل أعلن بتغريدة أنه هو من فاز بها، الأمر الذي دفع إدارة تويتر لوسم التغريدة بأنها مضللة. ويسعى ترامب إلى إثارة الشكوك حيال عملية فرز الأصوات الجارية حاليا في عدة ولايات رئيسية منها في الانتخابات الأمريكية، متحدثا عن تزوير من دون تقديم أي دليل، في ظل تقديم واضح وتقدم واضح لمنافسه الديمقراطي جون بايدن بأصوات المجمع الانتخابي. وفي التصويت الشعبي في أنحاء البلاد حصل بايدن الأربعاء على تقديم كبير وتقدم كبير بلغ 2.6 مليون صوت على ترامب، لكن ترامب فاز في 2016 على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بعد التقدم عليها في الولايات الحاسمة، رغم أنها تغلبت عليه في التصويت الشعبي بما يقارب 3 ملايين صوت. وكتب ترامب في تغريدة: كنت متقدما في كثير من الولايات الرئيسية، بعد ذلك بدأت الواحدة والأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها. والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي التي وصلت عبر البريد، ومن الممكن أن تستمر عملية فرزها أياما عدة في بعض الولايات. وسرعان ما وسم موقع تويتر التغريدة بأنها تحتوي على معلومات مضللة، وكتب أيضا: إنهم يقتحمون أصواتا لبايدن في كل من بنسلفانيا وويسكنس وميشيغان، هذا أمر سيء لبلدنا. وتابع: إنهم يسعون لإخفاء تقدمه بنصف مليون صوت في بنسلفانيا ومثلها في ميشيغان وغيرها. وأضاف: نحقق فوزا كبيرا في بنسلفانيا، لكن سكرتيرية الولايات أعلنت أن ملايين بطاقات الاقتراع لم يتم فرزها بعد. وقال مركز إيديسون إن ترامب حصل على 53.4% مقابل 45.3% لبايدن بعد إحصائية 80% من أصوات بنسلفانيا. وقال مدير حملة ترامب: إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز. وتابع أن الأخير سيطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنس، حيث يبدو منافسه جون بايدن متقدما بشكل طفيف. وأعلن مركز إيديسون أن بايدن حصل على 49.4% مقابل 48.8% لترامب بعد إحصائية 99% من أصوات ويسكنس. وأعلنت وسائل إعلام أمريكية إن بايدن فاز في ويسكنس في ثاني انتكاسة كبيرة لترامب. وحقق ترامب تقدما في ولايتي جنوبيتين هما جورجيا ونورث كارولينيا، وأيضا في بنسلفانيا التي لا يزال فيها أكثر من مليون صوت لم تحصى بعد. لكن إذا خسر ترامب ويسكنس فيجب أن يفوز بتلك الولايات الثلاث، ومع إما أريزونا أو نيفادا، وتلك الأخيرة يتقدم فيها بايدن أيضا وفق الإحداثيات بيانات فرز الأصوات. وقال بيل ستيمسون في بيان: أفيد عن مخالفات في عدة مناطق في ويسكنس من شأنها أن تثير شكوك جدية حول صحة النتائج. وأضاف أن الرئيس ضمن الهامش الذي يتيح طلب إعادة فرز الأصوات، وسنقوم بذلك فورا. وقالت الحملة أيضا إنها رفعت دعوى في ميشيغان لوقف إحصائيات الأصوات. وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية السابقة ومنافسة ترامب في الانتخابات الماضية هيلاري كلينتون على صفحتها على تويتر: كل صوت يجب أن يحسب، هذه هي الديمقراطية الحقيقية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.